أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري. من مصر عموما ومن المعاهد الأزهرية خصوصا رح نكون مع أول كتاب أزهري اللي هو كتاب البخاري. رح نطلع نشوف التقرير ونرجع بعدين على الاستديو. كالقمر الساري في روضات البخاري. فكرة الكتاب ولدت من على هذه المنضدة. كنا بنناقش موضوع يعني أفضل الطرق المثلى لتحفيظ الأولاد القرآن الكريم. فكان في يعني بعض الأطروحات إن دلوقتي في عزوف من الأولاد عن حضور الحلقات وكده، فنبتت الفكرة إن إحنا نعمل نشاط مميز يرغب الطالب والمحفز أيضا لحضوره، حلقة قليلة في العدد، كراسة متابعة معدة جيدا، علاوة على أنشطة مصاحبة لعملية التحفيز بحيث ما تبقاش عملية مصمتة أو كده. وما يغني عنه ماله إذا تردى. كتاب البخاري بيتميز عن غيره من باقي الكتاتيب أو باقي المدارس القرآنية أننا تبنينا من أول يوم في هذا الكتاب المبارك الأمور التربوية داخل الحلقات، بحيث أنه يتابع الطفل في سلوكه وفي معاملاته داخل الكتاب، ويتابع أيضا من خلال الآيات التي يتعلمها كيف يكون خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتحلى بالآداب، لا يسمح له بأي مخالفة تربوية أثناء الحلقة، بل إننا يعني نشدد على معلمينا في أنه لو أنه صدر من طفل سلوك معين أو أدب وجد المعلم أن الطلبة بحاجة إلى أن يعلموه، ممكن يستغرق الوقت كله في تعليم هذا الخلق أو هذا الأدب أو هذا السلوك، لأننا بحاجة إلى إخراج جيل يعني لا نكتفي أن يكون حافظ للقرآن فحسب، إنما ينبغي أن يكون هذا الجيل أيضا يعمل بما يحفظ. الكتاب 4 جدران بسيطة البناء تحوي حفظ كتاب الله وفهم علوم الحياة بدأه أجدادنا وترك أثرا عظيما في مجتمعنا. كتاب البخاري تجربة جادة لإعادة مكانة الكتاب أدبيا ومجتمعيا، وبعث جديد لروحه الهادفة إلى الرقي في تعلم كتاب الله وعلومه وعلوم الحياة. احنا بادئين تقريبا بقالنا 2.5 سنين تقريبا. هو يعني بيميزه ان احنا مع جانب الترديد للايات احنا يعني بيكون في جانب ترفيهي في معظم المرات يعني او في معظم الحلقات، زي ما يعني عرضنا قدام حضراتكم مثلا ممكن مره شوي دوره، مره عمل صلاه فواكه مع البنات، بنفكر مثلا برضو نعمل يوم ترفيهي للبنات مثلا عنايه بالجمال وازاي تهتم بنفسها وهكذا. فبيبقى التحفيظ في إطار ترفيهي، ما بيبقاش تحفيظ بحت أو مش جانب أكاديمي بحت، لا هو كمان بيبقى معاه جانب ترفيهي بحيث أن الولاد نحببهم في القرآن الكريم بحيث يعني يحبوا القرآن ويحبوا الحفظ يعني. أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري. رسالتنا بمعاهد البخاري إعداد جيل صالح مصلح يقول الناس إلى ما يحب ربنا ويرضى. Yeah.
قدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. رؤيتنا أن نجهز ونعد توابل من أبنائنا وبناتنا ليكونوا رسلا إلى الآباء والأمهات والمجتمعات، ليبلغوا عن الله جل وعلا، ليكونوا عبادا لربنا ويعبدوا العباد لرب العباد، ويخرجوا الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا نريد من أبنائنا يكونون متبعين في دينهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومخلصين لله جل وعلا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهدفنا أن نقتدي بمن سبقنا من علمائنا، وقبلهم نقتدي بأنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري. If you are searching for a safe multi-active environment for your children, Al-Bukhari Institute will be the right choice. English teaching in Al-Bukhari Institute is a non-stop process that not only takes place in the class, but also it goes beyond wherever your children go. We teach English through activities, and the extracurricular activities is an integrated part of our teaching methods. My school is so big. Je suis une élève à l'école El Boukhari. J'aime beaucoup le Boukhari. I love it. Our teachers are caring, creative, and awesome. وعلى رأسهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقتدي بهم في هذه الحياة، نعمرها ونبدع في تعميرها، ونتبع في ديننا ولا نتبع فيه، ليرضى عنا ربنا في الآخرة، وتكون لنا الجنة حيث أراد منا ربنا أن ندخلها. فمن اتبع هداي فلا يضل في هذه الحياة ولا يشقى في الآخرة، فإما يأتينكم مني هدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ونكون الأعلى في هذه الحياة، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون من أسلافنا من الأنبياء والعلماء ومن العاملين قبلهم، ونبدأ من حيث انتهوا، لنكون كما أرادنا ربنا جل وعلا، وأنتم الأعلون.